بيراميدز يفوز على الاهلي 2-0 والاهلي يخسر 3 نقاط غاليه في صراع القمه. كابتن شريف، الاهلي لم يقدم العرض المنتظر اليوم. لا، انت من اول المباراه ابتديت غلط. ابتديت بتشكيل غلط، عدم تقييم المنافس قدامك، كان عندك شواهد من المباراه بتاعت الكاس. الفرقه كانت ضغطاك في المباراه اللي فاتت وهي المستحوذه على اللعب كله، وانت لعبت على كونتر اتاك. واضح عندهم ان اقوى ما فيهم الشكل الهجومي بتاعهم ونص ملعبه. انت ما عملتش انت عمرو السوليه وحمدي فتحي هما اللي هيشيلوا السته اللي قدام بتوع بيراميدز، هما اللي هيدافعوا عن كل الفرقه دي. لا صعب قوي. كان عندك قلنا انك انت تلعب بثلاثه وقدامهم قفشه اللي هو النهارده انا شايفه ما شفناش في نص الملعب خالص، اللي هو بيلعب فيرويد. كان عندك النهارده انك انت تلعب بثلاثه الستاره حمدي فتحي وديانج وسوليه، وبيريحوا بعض الثلاثه وبيستحوذوا وما فيش خطوره عليك انت على ولا يبقى عندك الشكل ده، بل بالعكس هيبقى عندك كل الخطوط قريبه من بعض لما الثلاثه دول بيبقوا موجودين وقدامهم قفشه واثنين فراوده. كلمتني على صلاح محسن ولا اي حاجه خالص، لا شكل دفاعي ولا شكل هجومي. وباي مفهوم الشكل ده اللي بنلعب بيه اللي هو 4-2-3-1 دي، انا ما زلت في جراب موسيماني، انا لسه بلعب بشكل موسيماني. ده حتى موسيماني كان بيلعب ساعات 3-4-3 عشان نخلص من الشكل الدفاعي بتاع علي معلول اللي هو اللي مش الضعيف، يعني مش بيحطه في نص الملعب بلاي ميكر ويكمل ويعمل عرضيات ويشغل الاطراف. مفيش اي فكر النهارده للمنافس اللي قدامك. المنافس اللي قدامك يملك من امكانيات لعيبه عندها هدوء، ما عندهاش ضغوط خالص. كسبوا تعادلوا ها، ما لهمش على بطوله. الماتش اللي فات تعادلوا بالعافيه في الدقيقه 90 2-2. بس هو بينافس معاك دلوقتي بعد ما كسبك بينافس معاك. هو انت الفرقه دي فرقه كويسه جدا، انت كان لازم تحمل حسابك وتحترم اللعيبه اللي موجوده دي كلها. انت حتى ميكانيزم وشكل الملعب بتاعك اكنك انت اللي ممتلك نص الملعب. هو فين محمد مجدي قفش؟ بيلعب جنب حسام حسن ويا ريتهم ثوابت. ده الاثنين ما عندهمش شكل العمق الهجومي كمان. ده اللي هو انا ايه جنب الفرود وبرجع تحت هاخدها ولا هروح في البعيده. النادي الاهلي يلعب 90 دقيقه ولا 95 دقيقه من البلاي ميكر بتاعه محمد الشناوي. محمد الشناوي هو البلاي ميكر اللي بيطلع الاطراف وبيطلع، وكل الكور من للشناوي الثاني. ولا في تكوف ولا في التحام في اخذ كوره ولا في اي حاجه. عشان تاخد كوره بتاخدها بطريقه خطا او طريق فاول. الشكل الجسماني الاقوى هم، شكل التفكير هم، شكل التركيز هم، شكل التنفيذ في كل حاجه في الملعب والجري ورؤيه ورؤيتهم لبعض هم. بص قفشه مثلا متواجد فين؟ انت بص بيلعب ادي 1-2-3-4 على خط لا لا لا. واحد لا زي ما بتقول بص فوق. بص قفشه متواجد فين؟ على خط واحد زي ما حضرتك بتقول. لا هو المفروض المنطقه دور قفشه منطقه الاستلام يا كابتن اصلا. ايوه المنطقي يا بلال. لا بص عشان اسلم. ايوه المنطقه اللي بتستلم فيها عشان تصنع الهدف اصلا مش موجود فيها ولا لعيب. لا ايه الكره الطويله بقى اللي هتتلعب؟ اتنين طرف الناحيه دي تمام، اتنين طرف اهم شايف ده شكل يا بلال. ثلاثه على لاين واحد بلال ده شكل بقى اربعه سوري اسف اربعه ايوه كده اربعه. ثانيه واحده يا بلال كابتن شريف. هو بس معلش السؤال ايه؟ هو من قفشه ايوه ولا هي طريقه؟ والله انا ما عارف. بص هو ممكن تصرف قفشه. لا ده اوردر تعليمات. لا ده اوردر يا علاء. طيب اكيد تعليمات ازاي وان المباراه اللي فاتت محمد مجدي من احلى مباراته عشان لاعب مكانه صح؟ لا هو فاكر ان هو بقى في الحته دي علاء جاب جولين فهنشتغل بقى سنتر. لا ما هو ولا مش هو؟ ما دي هو ده السؤال يا كابتن شريف. هو ده السؤال. لا اكيد تعليمات مدير فني. لا انت حاسب ايه؟ انا مش لا لا تعليمات مدير فني. لا انا على فكره انا عن نفسي انا بتناقش معاك. انا بستغرب مش هيعمل يروح لوحده كده هناك كده مش هيعملها من نفسه كابتن علاء. طيب ده لو هقول لك على حاجه علاء،
لو انا لعيب كوره وتعبان ثانيه واحده بلال وتعبان وعايز اروح اريح في الحته دي كده واقف استلم الكوره هناك اهو برده. بص دي صوره ثانيه. انا هخرج احسن. يا كابتن ادام مش قادر صحيح انا هخرج. بس انا عايز بس السؤال، انت سالت السؤال دي تعليمات مدير فني ولا لعيب؟ طب حتى لو مدير فني اداني تعليمات وانا شايف ان عندي مشكله انا في فرقتي انا كلاعب، معلش يا كابتن انا كلاعب عندي مشكله في الحته دي، هل من المنطق ان انا النهارده هلعب على الكره انا امكانياتي تسمح لي انا كمجدي قفشه العب على الكره الطويله؟ هل امكانياتي تسمح لي في التحامات ولا كور مشتركه؟ رقم واحد، هل سرعتي تسمح لي ان اشتغل على الكره الطويله اللي ورا السد باكات؟ لا تسمح لك لا طولك ولا سرعتك. يبقى بالتالي المنطقي في كره القدم انزل استلم، انزل استلم، ده المنطقي في كره القدم. دي انت جبت اللقطه دي حوالي اربع خمس مرات. احنا بنقول الكلام ده خد بالك مش بنقطع في اللعيبه، لا 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 لا. احنا بنقول عشان دي بعض الحاجات المفروض ان احنا بنقولها عشان يا جماعه نتحسن فيما بعد. هي دي المشاكل اللي كانت موجوده عندنا النهارده، انك انت وانا قلت كلام ما بين الشوطين، قلت انت مفتاح اللعب مش موجود، لعيب البلاي ميكر صانع الالعاب يعني دوره مش واضح بشكل كبير. مجدي قفشه لما بيلعب في الحته دي وبيستلم وبيروح بوشه ببقى من افضل اللعيبه اللي تعمل ثرو باسز لاي حد. المباراه اللي فاتت عمل واحد اكتر من رائعه في بدايه الشوط لصلاح محسن، لو تفتكر واحده من الحته دي من القلب طق واحده راح بيها صلاح اللي حطها في ايد الجول. بلال انا كنت انا عشان كل اللي بيعمله قفشه واللي انت عايزه يعمله ده اعمل ايه؟ احطه في مكانه انا، اعمل له كين، اعمل له ثانيه واحده كابتن، اعمل له فرقه تخليه في المنطقه هيل بلاي ميكر اللي هي ناقل الحركه بالنسبه للعيبه اللي هو ايه؟ اللي احنا قلنا 4-3-1-2 مش فرقتك فرقتك ما تقدرش تعمل غير كده دلوقتي. هي رؤيه مدير فني يا كابتن شريف، مش قصدي على المدير الفني، انا بقول لك امكانيات الفرقه بتاعتك دلوقتي ما تقدرش تنفذ غير كده. انا بتكلم على الطريقه، يا اما تلعب 4-4-2 يا اما تلعب 4-3-1-2 ما عندكش غير كده، دي الامكانيات اللي عندك دلوقتي. ما الامكانيات دي اللعيبه اللي انا شايفها، نفس اللعيبه دي ونفس الطريقه انت لسه اللاعب عامل بيها مباراه ممتازه مع تويتش. ما هو ده ايه اللي حصل؟ ده الفخ بقى اللي حصل، اللي حصل تغيير النهارده. ما ده الفخ، كل حاجه النهار. كل فرقه وليها اداء، كل حاجه مختلفه، كل فرقه وليها تعامل، كل فرقه وليها امكانيات. انت اساسا مختلف النهارده. ايوه انا بقول كل حاجه مختلفه النهارده. لا انت مش مختلف، انت مش موجود. لا انت انت النهارده كلاعيبه يا كابتن شريف حتى انا من البدايه قلت لك مختلف، انت مختلف النهارده. على انت مدير فني لو قدامك فرقه مش هتدرسها وتحط فرقه عليها فريق بيراميدز وامكانيات ازاي تلعب بيهم؟ فريق بيراميدز مش هو بيراميدز اللي لعبك في الكاس، انت ما عملتش حساب دي. فريق بيراميدز النهارده لعبك يعني معلش لعبك صح. اولا هو النهارده لو اتفرج على بيراميدز هو مستغني عن موضوع الاستحواذ، من امتى كان بيحضر من تحت؟ هاتوا لي كوره حضرها بيراميدز من تحت النهارده، هو استغنى عندي لان هو عارف ان انت نقطه تفوقك، هو ضغط عليك، انا هضغط عليك انا قدام، فهو راح عاكس الليله كلها، هو يبقى يضغط عليك من قدام كويس وقافل نص الملعب ومساحات مقفوله. انت بقى المساعده المساعده اللي حصلت اللي كان عليها كابتن شريف عدم وجود محمد مجدي في الحته بتاعه نص الملعب، فهي كلها النهارده واليوم كله مختلف. ده اللي خلاك تفقد نص الملعب طبعا، فقدت نص الملعب. لا انت فقدت حاجات كتير لما نيجي نتكلم عليها. اتفضل يا كابتن شريف. ماشي اتفضل. بص نكمل لك الكلام، لو ديانج بيبقى موجود يا علاء حريه سوليه هيقوم بدور قفشه، حتى لو قفشه عمل القصه دي هيلاقي اثنين ورا عاملين له مثلث ياخدوا اي كره بتتقطع. انت مفيش كره تانية بتاخدها، انت مفيش التحام واحد بتاخده. ليه؟ لان في مسافات بعيده عن الفرقه، حتى ناقل الحركه اللي بقول لك عليه واقف معاهم هناك، واقف عايز ايه؟ ده ممسوك. صلاح محسن بيعمل ايه؟ ده مفيش سويتش بيقطع لجوه عشان حتى اللي بيلعب الكره الطويله يلعبها له، لا ده واقف مكانه يستلم الكره يروح مرجعها للباك ليفت. باك ليفت يديها للشناوي، الشناوي يضغطوا عليه. يروح لعيبها الناحيه الثانيه اوت بره. كريم فؤاد عليه 2-3 هيعمل ايه ولا ايه؟ هيغطي من جوه ولا محمد عبد المنعم اللي هو بيكن باور النهارده يمسك الكوره ويعملها اول جون منه؟ الثقه الزايده قوي، ما هو حتى حتى هو لما بيجي يطلع يعمل الكوره عايز يعمل الثقه والستايل ما هوش لعيبه من تحت بتقول له هات او بتقول له طب هات طب اديني انا الكوره وانا اتصرف او هات وخد او فكر اللعب او شكل اللاعب نفسه وامكانيات اللاعب نفسه في الملعب، هي دي امكانياتك؟ مش ممكن. هي دي ده شكل الفريق. بص شكل بيراميدز، بص بيراميدز واقفين لك اثنين معطلين لك الحياه كلها. هم كانوا بيعملوا كده على طول بيخلوا بيضطروا الشناوي يلعبها طويله، مش عايزك مراجعه رد عليك اسامه. انا مش عايزك، ما هو هو عكس يا كابتن شريف، انا بقول لك هو عكس. هو يعني احنا متوقعين استحواذ ويبني من تحت، هو عمل لك لا، هو هو اتعامل بذكاء بجد، لازم نتكلم صح يعني تركيز النهارده اتعامل بذكاء معانا، عمل اثنين وقفوا الاربعه بتوعك
وراح ضغط في نص الملعب بتلاتة بالراجل وواحد واثنين مش مدافعين، اثنين لعيبه كوره، ده اللي فرق معايا يا ايمن. ماشي النهارده بص ماشي عشان بس النهارده اللي فرق في الشكل الحلو المرسوم ده هو رسم او حضر سيناريو المباراه. ماشي صح جدا. ماشي كويس. ممكن كل ده ما يبقاش مش كويس ايه لو انت النهارده في حالتك العاديه، انت النهارده كل حاجه اتصادفت معاك مش يومك كويس، حالتك مش كويسه، لعيبتك كلها مش مرك يعني. بص يا ايمن تركيز لعيبه بيراميدز النهارده يفوق تركيز لعيبتك مرتين ثلاثه، ودي حاجه مهمه في كره القدم. احنا اشدنا بمباراه فيوتشر بغض النظر عن مستوى فيوتشر عشان انت مركز قوي حماسي قوي نازل روحك عاليه جدا. طب وقلنا الموضوع طب ده ماشي. طب انا هسالك سؤال بس لعيب شريف خلص يا شريف الاول خلص انا خلصت لا انا عايز اقول على حاجه. اتفضل. نفس فرقه اخر حاجه يعني نفس أتفضل. الفرقه اللي انت لعبتها دي لعبتها وكسبتها 2-1 وانت اللي جبت في نفسك الجون الاخراني بتاعك. ايوه مظبوط. برضه كان ركله جزاء غير صحيح. برضه كانوا مستحوذين عليك وكل حاجه وهم اللي ضاغطين بس لا بس اسلوب اللعب كان مختلف. تبقى كمل كلامك. اه طبعا. بس انت كنت محترم الكوره. ايوه وكنت انت كنت في نص ملعبك. انت كنت بتستلم الكوره مش مخليهم يروح ما راحوش بفرص. ما ضيعوش يعني هم اللي مستحوذين على كل حاجه ومجريات اللعب وانت اللي كسبت. مزبوط. ليه؟ لان انت واقف صح. لان انت قريب اللعيبه قريبه من بعض. ايوه. انت حتى لما بتيجي تغير تقدر تعرف تغير. الامكانيات اللي انت عايزها في الفيرويد اهو راح كونتر اتاك وجاب جول. كان عنده مساحه يروح، كان اللونج باس ليه فايده. كان مجدي قفشه لما بيقطع الكره ويقدر يعمل الثرو باس زي ما قال بلال، يروح مطلع واحد موديه. كان في كل حاجه انت بتعملها صح في الملعب مع انك انت فاقد كل حاجه كنت في الكره والتمركز والاستلام والتسليم، انما كنت بتلعب صح بتفكر صح. امكانياتك ساعتها كانت صح. النهارده مفيش اي حاجه خالص وشكل غريب جدا لشكل للفرقه كلها. بتلعب 4 2 4 ولا انا غلط؟ 4 2 فتحي وسلاح واربعه قدام. ادي شكل غير ده كوره الستينات يعني كانوا بيلعبوها كده. ف مفيش حاجه تتكلم فيها النهارده غير اللي لازم يقعدوا يتفرجوا على الماتش ده ويشوفوا ايه هم كانوا عايزين ايه من الماتش يعني او من الشكل ده. انت داخل على ماتش تقيل الماتش اللي جاي. لا مش مهم بقى الماتش الجاي ده ازاي مش مهم الماتش الجاي المهم ده بالعكس. ان انا احط فرقه على الامكانيات اللي عندي احط فرقه تشيلني في المباراه ابقى عندي شكل يقف ناحيه اليمين ايوه بس مهم جدا الماتش الجاي العب 4 3 3 العب 4 2 3 انما احط لعيبه تقدر في كل مركز تبني لك حاجه تبقى موجود. قلت لك ماتش بيراميدز اللي فات انت ما روحتش على الجون كتير انما كنت واقف صح كنت تقول اللعيبه بتاعتك قريبه من بعض بتستلم الكوره وان تو بتاخدها وبتطلع الباك ساعات اليمين يطير فلازم تبقى نبعد عن الحمام القديم ده خالص اللي احنا كنا بنلعب بيه 4 2 3 1 دي ونحط فين عدد امكانيات اللعيبه اللي عندي دي. ده لا انت بتمشي على سطر وتسيب سطر. اول ما بتاخد اسبوع زي ما انت قلت ماشي بيبقى شكلك كويس انما اربع ايام بقى عندك مشكله لعيبه مش قادره تقف لعيبه مش قادره تعمل انت متوسم في نفس الشكل اللي كنت هتلعب بيه المباراه اللي فاتت. لا مش هيدوا لك نفس الشكل. يجوز الماتش الجاي هو احنا سيبنا سطر ناقص السطر الجاي. نتمنى ده ماتش بطوله. يا كابتن علاء انت اتكلمت على الحاله النهارده الفرديه والجماعيه. كله كله. اه. بس لما الخصم يعمل عليك ضغط هل انت كلاعب نادي اهلي او كلاعيبه النادي الاهلي مش قادر تبني الهجمه من تحت؟ وانت هتبنيها على مين؟ انت بتبني الهجمه على مين؟ مين اللي بيستلم الكوره؟ اثنين مساكين او واحد باك من الباكين، طب وبعدين؟ بيروح باصص ما فيش حد خالص، يروح عامل الكوره طويله ترتد عليك. سيبك الشوط الاول ده كله، طب ليه الشوط الثاني ما غلطش؟ ما هو برضه في حاجات يا ايمن لازم 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 تتشاف يعني، لازم تتشاف كويس قوي في نص الملعب. طريقه بيراميدز النهارده وبدايته لخبطتك، لازم تبقى معترف بكده. كل النهارده الناس كلها بالاستوديوهات بما فيهم احنا كنا متخيلين ان تاكيس هيلعب بالاستحواذ وبناء الهجمه من تحت ما عملهاش هو النهارده فاجئك والنهارده لعيبتك كلها من غير مسأل نازلين على بيراميدز القديم اللي غلبوه 2-1 والدنيا كانت كويسه وبنقطع وبنعمل كل حاجه واللعيبه كلها تعبانه بس كان اسلوب اللعبه متغير ما انا بقول لك على بيراميدز القديم اسلوبك واسلوبهم هو عمل حاجه انت هو حضر
عمل كويس، عمل حاجه كويسه جدا وشافك كويس قوي، فعمل الطريقه اللي تناسبه. الناس كلها فاكره ان انا هحضر، طب انا مش هحضر، انا هضغط عليك من قدام كويس وهمنعك انت تبني الهجمه بتاعتك. وواضح ان اللعيبه دي يا ايمن مع يعني مع احترام الكامل لعيبه النادي الاهلي معده نفسيا وذهنيا للمباراه صح، مش مباراه بيراميدز قديمه خالص. مباراه بيراميدز كله كان بيجري كده ما فيش حاجه خالص، زي ما قلت النهارده بيراميدز انا بنفسي قلت بيراميدز ده اسم بس لكن مش لعيبه مش موجود. عادل تربيه كان بيقول دي اللعيبه دي كلها شغالين في الخليج اللي هم يعني ما بيلعبوش. النهارده لا، النهارده الصوره مغيره. يبقى الراجل ده في الفتره دي غير شخصيه اللعيبه وحماسهم وتركيزهم عشان مباراه النهارده، اداهم حافز لازم كان يبقى عندك انت. الحافز ايه؟ ان هو لو اتغلب النهارده هو بره الدوري. ايوه هو بره الدوري، لكن هو مش فارق معاه الكونفدراليه، ما هو دخلها خلاص هو دخل الكونفدراليه. لكن هو النهارده لو بيلعب على ورقه واحده بس ما يخسرش منك، لان هو خسر منك هتبقى المنافسه بينك انت والزمالك، هو بقى بره. ما هي المشكله ان يعني ما هو نفس الكلام ده عندي انا هقول لك. ما استنى، ما انا بحكي لك، انا بقول لك الاول المنافس كان بيعمل معاك النهارده كويس، فهو لعبك كده لاعب 90. هو النهارده لاعبين 90 دقيقه حياه او موت بالنسبه لهم كلهم على فكره، ممكن المباراه القادمه تلاقيهم مش موجودين. هي. انا بتكلم النهارده حاله لعيبه بيراميدز النهارده مركزين كويس قوي، عاملين حسابك كويس قوي قوي قوي. الاخطاء اللي وقع فيها في المباراه الاولى مش هيعملوها تاني. يعني بص، عمرك شفت انت بيراميدز منتشرين كده؟ عمرك المباراه اللي فاتت شفتهم كده؟ استحاله. كنت بتلاقي نص ملعب فاضي ومحمد مجدي بينزل يستلم وكل حاجه مساحات موجوده. بص هو هنا لا، كل واحد عارف بيعمل ايه، كل واحد عارف انا اما اروح هقابل علي معلول مين اللي هيجي ورايا، مين اللي هيجي ورايا. ال 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 بيراميدز النهارده ايمن، انا المشكله هتكلم على بيراميدز النهارده، اتحرك زي ما كنت انت تتحرك المباراه اللي فاتت، كتله واحده مركزين كويس قوي، مش سايبين مساحات ورا ظهرهم. اتفضل. طب ماشي، سؤال، خلي الصوره دي، معلش خلي الصوره دي. طيب هو عمرو السوليه او حمدي فتحي لازم واحد فيهم ينزل يستلم؟ من غير ما تسالني، ما انا اجاوبك اهو. لازم حد، عشان انت عشان تبني هجمه لازم تبني، لازم حد يستلم. بتعمل ايه؟ ايمن اشرف ومحمد عمنا، بتزق علي معلول وبتزق كريم. كويس فالملعب بيتفتح. صح. هو عمل كويس، هو عمل راح مطلع الاثنين واقفين على الاثنين المساكين على اساس يبقى علي معلول او كريم. صح على كده كويس. ماشي. وقت ما بتاخد الكره الوقت لما تروح لمعلول بتلاقي واحد جه بسرعه. ماشي. اللي هو ممكن تلاقي فخر الدين بن يوسف، وتلاقي وراه واحد الكارت، وتلاقي الكارت وراه ابراهيم توريه، وتلاقي عبد الله السعيد وراهم كلهم. حلو. بص ايمن، دول خط النص كده. ماشي. ما انا بقول لك، ايوه انا عارف بقول لك ايه، ده خط نص بيراميدز. دي الحاجه اللي كانت بتلخبطك في الوقت ده كله. لازم كان يا اما عمرو السوليه ينزل يستلم تحت. تحت على فكره بالزبط. انت عارف يعني المنظر اللي جه ده، لو المنظر ده كده وعمرو نزل اللي هو اللي هيستلم تحت، انت زايد واحد. اصل الاستلام مفهوم الاستلام ايه وتبني الهجمه؟ بتدور على واحد زياده، لعيب كره زياده. بس لعيب كره زياده في الملعب الموضوع انتهى. صح. هو ده اللي كان لازم. لكن اللي كان بيحصل العكس، عمرو كان بيزق مع حمدي، واللي مفروض بينزل يلعب الكوره في الثلث الاخير قفشه قدام جنب حسام حسن بلا داعي ولا مبرر، مش عارف ليه. فايه اللي بيحصل؟ حاجه من الاثنين، يا الشناوي بيلعبها يحاول يظبطها للشناوي بعذره لعلي معلول بتطلع طويله، او عند كريم فؤاد، او اشرف ايمن اشرف يروح لعيبه طويله. لعيبه طويله مع اثنين مساكين بالطول ده، علي جبري واسامه جلال، فانت بتقول لهم اتفضلوا اعملوا احلى الكره الثانيه بتاعت بيراميدز. اعملوا احلى مبارياتكم. خلاص خد بقى الحاجه الثانيه، الكره الثانيه لو عملت النهارده احصائيه، ما انا ما بحبهاش، هتلاقي كل الكور الثانيه النهارده خدوها بيراميدز. ودي برده ميزه من مميزاتك، ان دايما انت الكره الثانيه بتستلمها وتبدا الهجمه على وضع دفاعي غلط. الكره الثانيه النهارده كلها واخدها ابراهيم توريه. ابراهيم توريه النهارده من نجوم المباراه. ابراهيم توريه النهارده كان عامل مباراه في الدايره على الدايره، ما طلعش بره، عامل مباراه على الدايره ممتاز. بيقطع بيسلم بيستلم. عبد الله سعيد كميه جري مش طبيعيه. فخر الدين، رمضان، وليد زي ما بقول لك انا بين الشوطين ايمن. وليد الكارتي هو كان كلمه السر النهارده. وليد الكارتي كلمه السر النهارده. لان النهارده هو مستواه، هو فنيا معروف ان هو فنيا عالي جدا. المباراه السابقه كان تعبان، النهارده لا، اعتقد هو ابراهيم توريه النهارده لا، اتنين في نص الملعب شالوا نص الملعب. بس انت اللي ساعدت ان يبقى الشكل يبقى كده. صحيح. لان انت
فقدت المميزات بتاعتك. الكره الثانيه فقدتها، التحامات فقدتها، بتفقد الكره بسرعه مع الضغط. لا هم انا معلش انا اسف بتكلم عليهم، هم بيلاقوا بعض تحركوا بعض النهارده، تحرك من غير كره النهارده وحش جدا. صح. لانك انت المفروض المحرك بتاعك اللي بيفك لك الازمات كلها اللي بيتكلم عليها بلال في التلت الاخير او في نص الملعب محمد مجدي. أيوة. محمد مجدي مرمي في حضن اسامه جلال او علي جبر. فالكلام ده كله ايمن حصل الشوط الاول كويس، لدرجه ان احنا الشوط الاول ما شفناش احمد الشناوي. أيوة. ودي برضو حاجه يعني غريبه ما حصلش. الشوط الثاني لما انت الشوط الاول تحس ان الشوط الاولاني ما كانش عندك وجود للاطراف خالص ولا اختراق ولا حاجه، ولا لانك انت لعبت ولا بناء هجمه، لان انت فقدت المميزات بتاعتك، فقدت المميزات بتاعتك من قبل ما تلعب. عشان في حاجه اسمها مهمه في الكوره، الناس فاكره ان الكوره 90 دقيقه في الملعب. لا، التحضير يا جماعه للمباراه مهم جدا جدا جدا. لازم تحضر المباراه كويس، ولازم تعرف الفرقه اللي قصادك بتلعب ازاي، ولازم تحترم الفرقه المنافسه لو هتلعبها كل يوم. لكن انت فقدت الشوط الاول، انا موافق معاك. مكسب فيوتشر 4-0 اثر على الماتش؟ لا، هو مكسب 4-0 دي حاجه. الحاجه الثانيه مباراه الكاس اللي انا قلت لك عليها قبل الاستوديو، قلت لك انا خايف مباراه الكاس بتاعه بيراميدز تاثر على بدايتنا النهارده. ده فريق بيحب يستحوذ، ما بيروحش للجول، وما عندهمش مشكله اتقطعت منهم الكوره، واحنا ممكن نضغط نجيب اهداف. لما نكون مش محضر او مش محضر المنافس كويس وتفاجئ بالطريقه، انت بتتهز. بتتهز في طريقه لعبك، فهتحرك هتحرك ازاي، هتصرف ازاي. ماشي، خلص الشوط الاول كويس، الطبيعي الشوط الثاني لازم يحصل تغيير، مش من بره الملعب، جوه الملعب. جوه الملعب لازم. انت فقدت حاجات الاول، الشوط الاول لازم. هو ايه السبب؟ ان الاطراف بتاعتي مش شغال، ولا كريم ولا علي معلول ولا حسام حسن شفناه كان بلال بيتكلم مع اسامه، ما تعملوش حتى كره عرضيه، لان انت ما وصلتش، مش عارف تستغل الاجنب دي. هو قفل عليك. هو بص يا ايمن، من الاخر النهارده هو احترمك كويس قوي قوي قوي، عرف يلعب معاك ازاي، تحضير المباراه كويس في خلال المباراه نفسها. الالتحامات هو قوي جدا، ابراهيم توري النهارده تحس ان واحد بيلعب في نص الملعب كله، التحاماته خدها كلها، الكره الثانيه كلها معظمها بتاعتهم، تمرير استلام وتسلم، هو ما بيغلطش. انت غلطت كتير قوي النهارده، ان انت توترت، لعيب الكره بيتوتر في الملعب خلاص، لان هو مش لاقي لعبه. لعيب الكره طريقه اللعب مش لاقي لعبه، وانا كلاعب انا بتوتر، ما ببقاش عايز استلم الكره، وبتحصل على فكره لان مش عارف. عشان كده النهارده اخطاء كتير، لكن كره القدم هي كده، يوم تبقى انت متفوق وهايل، بس لازم الطبيعي بتاعك يوم يعدي منك مباراه، بس النهارده حسابها زياده شويه، 3 نقاط غاليين جدا النهارده. صحيح. جدا. صحيح. لكن انت بتستفاد النهارده من شكلك النهارده مع بيراميدز. لازم 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 تتعود ان انت ما فيش حاجه اسمها زي ما كانت شايف بيقول سطر وسطر. لا طبعا، انا النادي الاهلي، النادي الاهلي انا كل مبارياتي لازم العبها اكسب 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 باداء، والناس تبقى طالعه فرحانه. هي دي اللي هي هو ده المطلوب. ماشي كده. طيب هنروح لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس للحديث عن بعض الحالات التحكيميه النهارده، وبعدين نكمل بعد كابتن ناصر مره اخرى. انتظرونا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. اهلا كابتن. بدايه طبعا هارد لك النادي الاهلي على المباراه النهارده. بنتكلم كابتن ايمن سريعا كده، ليه الحكم الاسباني اللي هو كارلوس ديل سيرو جراند، هو حكم اسباني 46 سنه. النهارده هو طبعا بنتكلم في 3 عناصر مهمه، اللياقه البدنيه والاخطاء العقوبات الانضباطيه، وبنتكلم في التمركز والتحرك. انا بس بدايه يعني مش مهم قوي انك انت تدير مباراه 90 دقيقه بشكل جيد، وده المفروض ده الطبيعي، ولكن لما نيجي نتكلم في خطا تحكيمي فادح مؤثر، وانا بتكلم هو مؤثر بعيد عن الاداء الفني يعني. أيوه. خلينا نتكلم، انا بتكلم كتحكيم. أيوه. والحاله اللي هي حاله موجوده النهارده، بتكلم في الدقيقه 45 من الشوط الاولاني، حاله طرد مستحقه للاعب بيراميدز احمد توفيق. خلي بالك دي في الكوره تفرق كتير جدا جدا كابتن ايمن مع اي فريق. لما تبتدي النهارده 11 ضد 10 وانا بقول طرد مستحق، هو يحمل بطاقه صفراء،
في لعبه الفرص المحققه اللي هي هنجيبها، ويحمل البطاقه الصفراء الثانيه في الدخول بتهور، يعني بطاقه حمراء. انا كحكم ماليش علاقه بالمباراه، انا ليه علاقه بالقانون. لما تبقى في بطاقه مستحقه للاعب في المباراه اكيد هي مؤثره في نتيجه المباراه بغض النظر عن نتيجه المباراه. هنتكلم في الحالات التحكيميه، يمكن هنجيب الحالات عشان ما يبقاش كلامنا يعني بنتجنى على احد، ولكن معانا الحالات التحكيميه كابتن، هو اجاد في بعض الحالات، ولكن هذه حاله انا بقول هي دي الاهم في المباراه النهارده كابتن ايمن. خلينا نروح للحاله الاولى. الحكم هو كارلوس، هو موجود 46 سنه، تحركات متميزه، قدر ان هو النهارده يتواجد في الحدث، يعني عمل مباراه كويسه، ولكن هو الخطا التحكيمي اللي هو المؤثر اللي احنا بنتكلم فيه. هنروح للحاله الاولى اللي هو الهدف اللي جه. هو هنا طبعا قدام الكوره، ونشوف هنا هل الفار هنا تدخل يا كابتن احمد؟ ده السؤال في الحاله اللي جايه هنا. في هذه الحاله الحكم قريب، هل الفار يتدخل في هذه الحاله؟ كابتن علاء، كابتن اسامه، عندنا في مصر بيتدخل تمام، بس هو تقديره صح في الكوره دي. كابتن ايمن انا بتكلم دي رساله لحكامنا، خلي بالك هو هنا شاف ان هنا يستمر اللعب، هنا الكره عاليه وفي تكف من الاثنين لعيبه والتحام عادي خلى اللعب تواصل، ولكن انا بقول لو عندنا هنا في الدوري المصري كابتن احمد كان الفار وقف على اساس ان دي جه منها هدف، كان الفار هوقف واستدعي الحكم وتعالى شوف والكلام ده. لكن هنا النهارده ده 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 اللي احنا بنتكلم فيه ما بين الفار وما بين الحكم، دي حاله من الحالات التقديريه كابتن ايمن، خلى اللعبه تواصل والحكم الفار مشي معاه في هذا القرار. نروح للحاله اللي جايه. حاله من الحالات المهمه جدا، البعض يرى ان هذه فرصه محققه يا احمد. كابتن علاء، احنا قلنا عوامل الفرصه المحققه هي اربع عوامل لابد ان احنا نذكرهم في هذه اللقاء. انا عاوز بس حاله نقف هنا بس، نقف نقف لحظه ارتكاب مخالفه من فضلك بعد اذنك، مش تحت ونقف نرجع تاني بعد اذنك بس لحظه ارتكاب المخالفه، وهقف بص بسرعه عشان نشرح اللعبه دي، دي حاله من الحالات المهمه جدا جدا. نرجع تاني بعد اذنك من فضلك تمام، وهقول لك اقف، يعني هقول لك اقف، نمشي نمشي وبعدين نقف. ماشي ماشي، اوكي اوكي اوكي، هنا بس. كابتن احمد، كابتن ايمن، الفرصه المحققه ليها اربع معايير، اربع معايير، لو في معيار فقد ما تبقاش فرصه محققه، بتبقى هجوم واحد. مزبوط. نمره واحد، احنا بنقولنا ايه؟ المسافه ما بين المخالفه هنا والمرمى دي موجوده. صحيح موجود صح؟ طيب تمركز المدافعين هنا، في مدافع تاني هنا يقدر، يعني لو لاعب النادي الاهلي النهارده استحوذ وراح، لا لا ده اخر واحد خلاص، ده كان اخر واحد مظبوط، يبقى المعيار تمركز المدافعين ايضا موجود، موجود، يبقى مزبوط. عندنا اثنين. طيب السؤال هنا كابتن، هنا في معيار مهم جدا كابتن، وهي السيطره يا كابتن احمد. بالظبط، دي مهمه جدا، السيطره وامكانيه السيطره. هل اللاعب عنده سيطره في اللعبه ديت؟ لا. لو هنمشي الكره نشوف الكره راحت فين، نمشي كده بقى بعد اذنك، الكره هنا رايحه فين؟ اقرب مين؟ الحارس ولا اللاعب؟ يبقى هنا فقدنا عنصر مهم جدا وهي السيطره، مش موجوده ولا امكانيه السيطره، وبالتالي هنا كانت البطاقه الصفراء في هذه الحاله مستحقه ولا توجد فرصه محققه في هذه الحاله. بس سهوله الكره تروح للحارس سليمه كده، نعم، الفاول اللي حصل يعني انا ما اعرفش، انا لو هو حسب الفاول، لو انا في السبرنت بتاعي رحت كانت هتبقى الكره دي. ممتاز كابتن شريف، بتتكلم كلام ممتاز جدا جدا. تعال نرجع بالصوره يا كابتن شريف، اتفضل تعالى نشوف من هو اقرب للكره. هرجع تاني، انت لو وقفت سرعتي يعني ما انا هقول لك يا كابتن هنا لو الكره قريبه النهارده من لاعب النادي الاهلي هنا، هننزل خلي اول طبه للكره هنا ستوب بس، يا جوه 18، لو اول طبه هنا قريبه كابتن احمد من اللاعب المهاجم، هقول لك هنا عنده امكانيه سيطره او سيطره، ولكن هي راحت لمين؟ الاقرب احمد الشناوي، الاقرب من حارس المرمى. وبالتالي هنا في 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 التحكيم بنتكلم هنا الفرصه يعني مقتنع باللي انت بتقوله، ينقصها عامل اساسي وهو السيطره او امكانيه السيطره. إذن هنا قرار الحكم كان قرار سليم بإشهار بطاقة صفراء فقط. الحالة بعد كده هنا بقى هو عمل يا كابتن، هو الحالة دي مهمة جدا، معلش هي دي الحالة الإنذار كابتن بلال لأحمد توفيق، ده الإنذار الأول في هذه الحالة، طبعا إنذار وجوبي، ليه هنا بنقول تعطيل هجوم واحد، ده الإنذار الأول اللي هو خده أحمد توفيق في هذه الحالة. نروح بعد كده للحالة اللي جاية مهمة جدا، هنا نشوف بس نقف بقى شوية، لا أحمد فتحي نقف شوية، نقف شوية. كابتن أحمد أنت رأيك في الحالة دي؟ أنت
اتكلمنا عليها كلنا. ايه رايك؟ ظهر واضح يا كابتن. ده اسمه تهور يعني. بتهور. تهور طبعا. كابتن ايمن تعور. خلاص كده نقف بعد اذنك. تهور. هو هو اصلا اللعيب ده بطبيعته متهور. كابتن انا النهارده انا كحكم ما عملش توازنات يا كابتن ايمن. صح. انا بدي فريق كل فريق حقه، هذه اللعبه هنا بقول ده قرار المؤثر. ليه؟ انا النهارده فرقه بتلعب 10 صح وفرقه بتلعب 11، كان يجب على الحكم طرد احمد توفيق للانذار الثاني، ودي مفيش فيها صرف واضحه فيه. واضحه جدا. صحيح. جدا جدا. انا استغربت. وبعدين هنا مشكله كمان، الفار ما دخلش. يعني في هذه الحاله الفار ما دخلش. ليه؟ الفار بدخل في البطاقه الحمراء مباشره. صح. صح. وليس للانذار الثاني. انا بحمل الحكم النهارده مسؤوليه هذه الحاله، اللي انا اعتقد لو كان خد القرار الصحيح هذا قرار مؤثر في نتيجه المباراه. كابتن ايمن قلنا 11 ضد 10 بتفرق كتير جدا جدا، بردك بصرف النظر عن اداء النادي الاهلي كتحكيم. بنتكلم يا كابتن حضرتك بتتكلم على حاله تحكيميه حصلت النهارده. بالظبط كده. قانون يعني. ده القانون. ايوه. واعتقد ما حدش هيختلف معانا تماما في هذه الحاله. ليه؟ لان ده خطا بتهور واضح جدا جدا، اقصى درجات التهور في هذه الحاله كان يجب طرد احمد توفيق. هقول لك على حاجه، مدرب كان ذكي جدا جدا بتاع بيراميدز. سحب احمد توفيق على طول طبعا بين الشوطين، راح مغير احمد توفيق، وده دليل على ان هو مقتنع تماما. صح. ان كان يجب طرد احمد توفيق في هذه الحاله. مظبوط. الحاله اللي بعد كده هنا حاله من الحالات المهمه. البعض هنا قد يرى ان الشناوي خد الكره بايديه، ولكن هنا كابتن لان في البعض احيانا بيتوهم ان هنا فرصه محققه وان الشناوي لعب الكره بايديه. لو هنا الشناوي لعب الكره بايديه كابتن بلال، كابتن علاء، كابتن شريف، هنا بنقول فرصه محققه. ولكن هنا الحاله تبين ان الشناوي خد الكره بفخده او بصدره، واخدها من جوه بتاعه يا كابتن. ولا هو لا، حتى هو خدها من جوه. انا بتكلم على ايه؟ على ايه؟ الكره جت فين؟ الكره جت فين؟ ان البعض يرى ان هي ايه. بص يا كابتن، من جوه يا كابتن. يا كابتن ان الكره جت بايديه. انا بقول لو من بره هي ما كانتش كمان في ايديه يا كابتن، هي جت في فخده، وبالتالي هنا قرار الحكم كان قرار سليم. بغض النظر زي ما قلت عن اداء الحكم، هو ادار مباراه. دي كانت اخر حاجه تربل معانا. اللي انا بقوله يا كابتن ايه، ان الحكم لا يحسب الحسابات. انا ما عنديش حسابات. ليه؟ لان انا النهارده لو انا بحسب حسابات انا ما اضمنش الشوط الثاني ايه اللي يحصل فيه، وبالتالي انا ما عنديش علاقه. اللاعب ارتكب مخالفه، هو لم يعني اللاعب ذات نفسه ما خافش على نفسه، انا كحكم ما خافش على اللاعب. طالما في طرد ادي الانذار الثاني، والطرد دي يمكن اهم الحاله، وده قرار انا بعتبره قرار مؤثر في نتيجه مباراه النادي الاهلي النهارده ونادي بيراميدز. نتمنى طبعا بنقول ان الحكم عندما يرى ويشاهد بطاقه مستحقه يشهر البطاقه ولا يحسب الحسابات ضد مين او على مين. ده القرار اللي كان هو يعني مؤثر في عدم طرد احمد توفيق في هذه المباراه. هو مؤثر جدا، مش مؤثر بس يعني. بالظبط. يعني زي ما حضرتك قلت، تبدا شوط ثاني 11 قدام 10 غير لما تبدا 11 قدام 11. كابتن ايمن انت بتلعب 45 دقيقه، يعني انت حتى الحمل البدني عندك مزبوط. وانت بتلعب 10 اكيد هيقل. بالظبط. يعني خلينا التفوق العادي هيبقى عليك ضغوط اكتر كمان. بالظبط كده. وبعدين ما بقولش مثلا دي ربع ساعه اللاعب هيطرد في ربع او ساعه، نتكلم على شوط كامل. هاي. انا بقول يعني الحكم انت كنت كويس، ولكن الاختبار الحقيقي ليك في المباراه كانت هذه الحاله الدقيقه 45، هي محور الاداء الخطا التحكيمي اللي اثر في. صح. نتيجه مباراه وده اللي فطن ليه تاكس الشوط الثاني، طلع احمد توفيق خالص من البدايه. بالظبط كده. صحيح. انا بقول الكلام ده ليه كابتن؟ احنا النهارده دروس مستفاده لكل حكامنا يا جماعه. احنا ما نحسبش حسابات والمباراه تتوزن ازاي ومين يكسب. انا كحكم النهارده دي لعبه تتحسب عليك كحكم. في تقييمك دي لعبه تتحسب عليك، لان ده بنقول خطا مؤثر. لو اللاعب ده تم طرده اعتقد الامور كانت هتبقى افضل، او النتيجه كانت هتبقى افضل من هذا الاداء. بس هو في حاجه برضو عايز اسال فيها يا كابتن ناصر. في بعض الحالات اللي الحكم قريب فيها من الكره جدا الفار ما كانش بيجيبه، هل ده اتفاق قبل المباراه بين الحكم وبين اللي قاعدين على الفار؟ سؤال مهم جدا يا كابتن امين. احنا قلنا في بعض الحالات يا كابتن احمد، كابتن علاء، كابتن شريف، كابتن اسامه، الحالات التقديريه. ماشي. التقديريه قد نختلف انا وكابتن احمد بلال فيها، او انا وكابتن اسامه عرابي فيها. التقديريه دي دايما مسموحه للحكم لان هو اللي بياخد القرارات. كويس. الفار كابتن شغلته حاجه واحده بس، ان انا بجيب الحكم زي ما قلت في الاخطاء الواضحه اللي هي ما حدش بيختلف عليها، اللي الحكم ما بيحسبهاش. ولكن خطا تقديري يعني ايه؟ فاول او مش فاول، دي بيتركها للحكم. ده طبعا بيبقى فيه اتفاق ما بين الحكم وما بين الحكم والفار. سيب لي اديني حريه ان انا ادير المباراه طبقا للقانون
فيما لا يتعارض مع تطبيق بروتوكول الفار. ده تفاهم ما بين حكم الفار وحكم الميدان. طبعا زي ما قلت لك هو كان يجب على الحكم طرد، والحاله دي الفار ما بيدخلش فيها لان أي. الفار لا يتدخل في البطاقه الثانيه ولكن يتدخل في البطاقه الحمراء المباشره. طبعا بنتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه، ونتمنى يكون التحكيم عادل في كل مباراه وما نشوفش الاخطاء دي يا كابتن ايمن في المباراه، لان دي اخطاء طبعا بتبقى مؤثره. تحكيم المباراه القادمه اجنبي برضه اه اكيد، لان مباراه قمه أجنبية طبعا كاس بالظبط كده اه صحيح. نتمنى ان يكون التحكيم عادل على الفريقين، وبنتمنى التوفيق طبعا للتحكيم المصري والكره المصريه في اللي جاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي يا كابتن. شكرا كابتن الف شكرا. شكرا كابتن شرفتنا الله يخليك. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظروا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، شفت الماتش ازاي واسباب الخساره من وجهه نظرك؟ لا هو من الشوط الاولاني باين يعني احنا كنا فاكرين هيبقى يحصل تعديل الشوط الثاني، ولكن للاسف العكس. الشوط الثاني اكثر وحاشه واكثر تنظيما واكثر عشوائيه، مع ان انت توقعت تعديلات الشوط الثاني. اه توقعت تعديلات لانك انت الشوط الاولاني بيراميدز كان متفوق، بيراميدز افضل، بيراميدز اخضر، بيراميدز كسبان، بيراميدز مستحوذ. فتوقعنا الشوط الثاني هيبقى فيه حاجه مختلفه، لكن للاسف اللعيبه دخلت في صربعه اكتر، في عدم تنظيم في المراكز اكتر، في فقدان الثقه ان ممكن تجيب جون او تتعادل او ليه من وجهه نظرك حاجات ليه؟ كتير. اولا انت ماتش اللي فات بتاع فيوتشر عملت اربع خمس حاجات هي كره القدم. اولا كان في اصرار روح عاليه كبيره، صح، في كميات جري كبيره جدا، في تصميم، في استغلال فرص، في ضغط، في كتله واحده، كل الناس من ورا لقدام، لما كانت الكره بتتلعب الناس بتضغط قدام نص الملعب قافل وراهم، السردباكين قافلين وراهم، عملت كل حاجه في فنون الكره، تلعب لمسه واحده ولمسه ولعبه والقدام على طول، في سرعه تحول من الدفاع للهجوم، عملت كل مميزات الكره. مظبوط. انت النهارده فقدت كل الكلام ده، يعني الغريب انك انت النهارده فقدت. اولا في بطء كبير جدا في الحركه. كرة القدم يا أيمن رقم واحد كميات جري عشان خلق مساحات، صح. أنت طول ما أنت بتلعب من الثبات وبالذات بقى لما تخش في مستويات زيك، يعني هو بص من بداية الماتش هم الأخطر وهم اللي بيحاولوا. الكرة دي طبعا اتعملت من عبد الله كويس قوي، فخر الدين يوسف حطها في العارضة يعني. كميات الجري كانت اقل كتير جدا من الماتش اللي فات من ناس كتير، وانا قلت لك يمكن شريف قال لقطه جت، انت فعلا النهارده بتلعب 4 2 4 يعني احمد عبد القادر وصلاح محسن ومجدي قفشه وحسام حسن قدام. من الاربعه مسلمين قدام للمدافعين وحمدي والسوليه في نص الملعب، وحمدي في النص، فيبان ان في خط فيه اربعه وفي خط فيه اثنين وفي خط فيه اربعه لقدام في فترات كتيره من المباراه. ولذلك انا بقول لك انت كميات الجري كانت قليله، مش بنفس كميات الجري اللي حصلت في الماتش اللي فات، مش من واحد يعني. مع احترامي الكامل انا النهارده وانا التشكيل قدامي بقعد اعمل علامه استفهام على معلول، يمكن ايمن عبد المنعم ثلاث اربع علامات استفهام، بيزود في الكوره وكذا كوره اتخطفت منه وبتاع، نفس الشيء كريم فؤاد، علامه استفهام على السوليه، علامه استفهام على حمدي فتحي، علامتين ثلاثه استفهام على صلاح محسن، ثلاث اربع علامات استفهام على احمد عبد القادر. هات لنا معلش هات لنا الكره دي تاني، لان ثلاث دي كره بتاعت منعم الجول الاولاني يعني. هات لنا كره وهي في الهواء بس كده، لا 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 هتلنا وهي في الهواء قبل ما يلعبها منعم، بس واضح ان منعم لعبها وهو مغمض مش شايف، ماشي وضع طبيعي، هو لو شايف هينزلها لاي واحد من الثلاثه دول. طبعا انت حوالي 8 من النادي الاهلي على 3 على 2 على ده 2 في 18 يا كابتن، او قريبين من 18. لا وفخر الدين يعتبر قريب، ما هو ما انا بقول لك 2 او فخر الكم وفخر لاكاي والكف، لدرجه ان سوري سوليه ساب فخر الدين وطالع هيكمل هجمه. ايوه 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 ف علامه استفهام ثلاث اربع علامات استفهام على احمد عبد القادر، يعني احنا قلنا الكره دي جول
ما انا عارف. يعني ده ماشي وارد ان يحصل خطا زي ده، بس هي الفكره مش في الكره دي بس. أيوة. انت الفكره طوال كابتن الفكره في ستايل واستلوب لعب عبد المنعم. ماشي ما انا بقول له ستايل واستلوب لعب بيخليه يلعب كره بالشكل ده. ماشي ماشي أنا عشان انا انا حقيقه مع ناس في كابتن اسامه انا مش راضي عن ستايل لعب ماشي ماشي هو في بعض التعالي شويه في اللعب ماشي. لا السردباك لازم يبقى سردباك، المساك لازم يبقى مساك، لازم ماشي. قوه لازم صلابه لازم جديه، في بعض الاوقات بيفتقد عبد المنعم الحاجات دي. لا. لازم يرجع لما ابتدى مع النادي الاهلي. يا بلال انا قلت 3-4 علامات استفهام على محمد عبد المنعم في الكور اللي هو بيلعبها بثقه تصل الى حد في بعض الاحيان الى الى مش عايز اقول الغرور يعني بيبقى فيها تعالي فبتتقطع منه كور كتير، لكن انا اقصد ان كره زي دي وارد تحصل، لكن انا بتكلم ايه؟ ان قلت لك علامات استفهام، صلاح محسن 3-4 علامات استفهام، احمد عبد القادر اللي هو كان من نجوم المباراه الماتش اللي فات من اول ما نزل النهارده لم يكن موجود في الملعب 3-4 علامات استفهام، نفس الشيء مجدي قفشه 3-4 علامات استفهام، نفس الشيء حسام حسن 3-4 علامات استفهام، طيب انت الفريق بيتكون من 11 لاعب انا قلت لك طبعا فخر الدين وجهها كويس قوي بصراحه يعني باتقان كانت ممكن شوطها تطلع في السماء احنا لكن اللي بنجيب الاجوان دي في نفسنا ايا كان ما ده خطا دفاعي طبعا يعني ايا كان ما هو اخطاء هتحصل ايمن هي بس المشكله مش في خطا واحد المشكله النهارده الاخطاء كتيره ال 11 يا ايمن لما يكونوا 9 كويسين يشيلوا 22 انا قلتها قبل كده لما يكونوا 8 كويسين يشيلوا 23 لما يكونوا 7 كويسين ممكن يشيلوا 24 لكن ما تجيليش 11 فيهم مثلا 29 و2 نص نص وانت بتلعب فرقه في المستوى ده انك انت عايز تنجح وتكسب المباراه النهارده هم افضل في الحركه هم افضل في الاشتراكات الكور المشتركه هم افضل في كان عندهم اصرار اكتر هم افضل في الاستحواذ هم افضل في كل شيء فطبعا كرة مفاجأة لأن عبد المنعم كانت مفروض تطلع مسافة أكبر من كده المدافعين ما كانوش متمركزين كويس لأن هي كانت في متناول محمد عبد المنعم خالص الراجل وجهها لفخر الدين بن يوسف في ظهر علي معلول وسليب بس ممكن أجيب معلش كرة منعم تاني وهي كرة فوق برضو بعد إذنك معلش وأيمن ما بتحصل ما أنا لا أنا عارف إنها بتحصل يا كابتن أنا بس هو منعم وطالع منعم وطالع يعني انت وانت يعني بتدربوا الفرق الناشئين بتقول لهم حتى لما انت كسردباك بتطلع في كره مشتركه ومش شايف العب حاول تلعب الكره على الجنب ماشي كويس هو منعم لعيبه في منطقه خطره جدا جدا حتى لو انا مش شايف يا كابتن هو ما كانش عايز يلعب الضعف ده ما هو هو حتى لو عايز يطلعها في المنطقه دي كانت تطلع لقدام شويه لا على جنب لا انا بقول على جنب يا كابتن اسامه يا ايمن يفهمني ماشي ما هو على جنب بس هو مواجه وفي جوه المنطقه دي الطبيعي هو راكبها انها تطلع مسافه بتاع 10 15 متر لقدام مش تنزل تحتيه بالنص متر فهو خطا مش ان هو لعبها يعني تحتيه الخطا ان ما بعدتش هو الطبيعي انها تبعد 10 متر قدام مش تنزل في نفس مسافه ربع متر بيلعبها الكريم فؤاد هنا في يعني الحته يعني لا لا مش بيلعبها الكريم لا هو بيلعبها مش شايفها جامد قدام وعايز يزق قدام ايه بيديها لمين هو لا هو لا هو عايز يلعبها لقدام بس ما شافش ايوه المهم اتوجهت فانا بقول لك ما ينفعش 8 9 مش في حاله جيده واثنين ثلاثه متوسطين هيشيلوا الفرقه في الظروف دي فانت عدم الكميات الجري الكبيره النهارده عملت لك عدم استحواذ عملت لك عدم خلق فرص عملت لك مفيش مواقف واضحه على الاطراف يعني علي معلول النهارده مع صلاح محسن ناحيه الجنب الشمال كم كره اتعملت بالعرض او كم كره اتخلقت انه يخلقوها من ورا نفس الشيء الناحيه الثانيه كريم فؤاد مع احمد عبد القادر كم كره اتعملت في ظهر حسين السيد عشان تتعمل كرات عرضيه او واحد على واحد يعدي او فانت مفتقد بتلجا لكور كرات طويله من الشناوي لانك مش عارف تطلع بالكوره وقفشه زي ما كلنا بنقول وشايفين طول الماتش قفشه وحسام حسن او شريف مع علي جبر وفي حضنهم كوره طويله علي جبر واخد كل الكور العالي هو واسامه جلال انت بتسهل المأموريه وبترتد كمان الثانيه لتراوري والكارتي والعبد الله سعيد وفخر الدين بن يوسف بيسيطروا عليها وابتدوا ينقلوا
انت الضغط النهارده قليل، كل ده انا قلت لك جايه من كميات الجري القليله من معظم الناس. من ماشي الضغط، مع الضغط عايز جري. عايزين نرجع الكوره تاني بقى. نرجع الكوره دي تاني؟ فاتت دي اه. طب نرجع الكوره دي تاني بعد اذنك لو سمحت. لحد ما توصل مين؟ كملها كملها كملها. ماشي. كملها. نكمل. كملها. ماشي. في لقطه معينه يا كابتن؟ اه. ماشي. اللي كان بيقوله اسامه ده كملها، لا كملها لحد ما تروح لصلاح محسن. بص يا ايمن. ماشي يا كابتن. معلش يا اسامه. كملها، لا كمل 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 كمان. كمان بدل ما يرجع يوقف. اقف هنا، اقف هنا. بص كم واحد ضغط على صلاح محسن. هو ده الفرق النهارده، هو ده اللي احنا كنا بنعمله الماتش اللي فات. شخصيه بيراميدز النهارده انت شخصيتك مش موجوده. هو بص بيضغط عليك ازاي، ضغطين على ضغط عليك وعايز ياخد الكره الثانيه. الحاجات اللي كانت بتميزك اللي اسامه بيتكلم عليها، اخطاء كتير جدا. ده بس انا ما كنتش محضرها على فكره، دي بس لفتت نظري وانا اتفرج كده. ده لا خدوها. بص اتاخدت منك فين؟ هو دي كرة القدم اللي عملناه ماتش فيوتشر. بص دقيقة كام يا علاء؟ ما انا بقول لك يا كابتن شريف دقيقة 6. بص هو ده اللي بيحصل يا ايمن. بص ضغط عليك، عمل عليك هجمة ازاي؟ سوري يا اسامة معلش. لا لا يا ايمن كمل. برضه دي اللي هي الضغط هم بيعملوه افضل منك النهارده. وانا قلت لك ايه، جاية من كميات الجري النهارده قليلة لمعظم الماتش اللي فات بتاع فيوتشر يا ايمن. احنا قلنا مش كل الناس في احسن حالاتها الفنيه. أي. عدد كبير كويس في الحاله الفنيه وناس اقل في الفنيه، بس قلنا كانوا بيحاولوا كلهم. لا لا كانوا بيحاولوا كلهم. أي. كميات جري مش طبيعيه، سواء في الارتداد للدفاع او الانطلاق للهجوم. لا النهارده انت فاصل اربعه معلقين لقدام وما بيعملوش حركه كبيره، اللي هو احمد عبد القادر وقفشه وحسام حسن وصلاح محسن، واثنين لوحدهم في نص الملعب، وهم كل كره بتنزل بياخدوها بيسيطروا عليها بيضغطوا عليك، فاهم؟ فانت وقعت في كميه اخطاء كبيره النهارده، سواء في كميات الجري، سواء في الضغط، سواء انك تلعب كتله واحده، سواء في التمرير السريع اللي كنت بتعمله الماتش اللي فات. كان الماتش اللي فات كان في سرعه اداء وكل الناس قريبه من بعض، تلاقي كره ماشيه سريع سريع سريع. النهارده كنت بتلاقي مش عايز اقول ناس مش مستخبى. بس عليك منين يا اسامه؟ ما هو ده فترات طويله عملوا كده، وفي فترات تراجعوا لنص الملعب، في فترات تراجعوا لنص الملعب، وفي فترات كانوا بيضغطوا عليك من قدام، وكان بيستخلصوا الكره على مناطق خطر في انت بقى. هم برضو وقعوا في التمرير اللي تاكيز بيعمله ورا في اكتر من كوره، بس ضغطك لم يكتمل. ضغطك كويس مظبوط. ضغط ما هو نفس الشيء. 2 4 5 على خط واحد. هو ده اللي كنا بنقوله، انك صحيح. انت فاصل، مفروض في ناس تنسقط زي قفشه يسقط عشان يستلم. الطبيعي ان عمرو السوليه ينزل بين عبد المنعم وايمن اشرف وايمن يفتح اسامه وعبد المنعم يفتح. بص المثلث اللي معمول في نص الملعب لعيبه بيراميدز. ما هو استحوذ خلاص دفاعيا. الستاره اهي. ايوه. ما هو اللي انا اقصده يا ايمن في لقطه زي دي كده، الطبيعي ان السوليه او حمدي فتحي لازم واحد ينزل. لا حمدي فتحي ده يسقط بين ايمن اشرف، وايمن اشرف يفتح كده صح، وعمرو السوليه يسقط وقفشه يسقط عشان يستلمه. لكن انت بتفصل خمسه سته لقدام. خمسه بالظبط. يعني انا بتكلم في مواقف كتيره، فانت بقى عايز تلعب على ايه؟ على واحده طويله. ما انت هنا كابتن اسامه زي ما كابتن علاء قال وكابتن شريف، انت لاغي دور نص الملعب. طيب ما هو انا بقوله لك، فاهم؟ ما انا بقول لك في فترات طويله كده. يعني الطبيعي ان حمدي فتحي يسقط يعني يسقط بين عبد المنعم وايمن اشرف، والسوليه يسقط لتحت وقفشه يسقط لتحت عشان يبتدوا يستلموا ويلعبوا الناس. انت لما بتعمل كده ايمن اشرف هيضطر يعمل ايه؟ هيضطر يعمل واحده طويله. يمكن لعبها بالعرض ماشي مشيت، بس هيعملها طويله برضه. يعني الى حد ما كله معلق فوق، كله معلق في معظم الفترات، يعني فترات قليله قوي قوي قوي. بصوا هنا ثلاثه بيجروا جنب بعض مستنيين العرضيه. بصوا بصوا لا كميات الجري، كميات الجري كانت اقل كتير من الماتش اللي فات، ففي ثبات. بص في اقف اقف بعد اذنك اقف. بص برضو شفت الاربعه اللي انا بقول لك عليهم واقفين خط بالزبط. واحد ازاي لازم يحصل سقوط من أيوة من قفشه مثلا، فاهم؟ فهو النهارده كان في لعب من الثبات شويه، عكس ماتش فيوتشر اللي كان فيه حركه كتير وناس قريبه من بعض كتير وفي سرعه في الاداء. بس في حاجه يا كابتن اسامه، انت النهارده فقدت شخصيتك وروحك اللي انت كنت متميز بيهم الماتش اللي فات على فيوتشر. بس قفشه فين هنا؟ بص هو ده المنظر، ده الشكل. ايوه ايوه اللي انت كان المفروض يبقى على طول المباراه. أيوة. اللي شريف قال عليه انه اقرب لاربعه اتنين اربعه، يعني قفشه رامي نفسه قوي قدام في حضن كويس. فانت فقدت
فقدت شخصيتك اللي انت لعبت بيها الماتش اللي فات، من حيث الاستحواذ، من حيث تقارب الخطوط، من حيث كميات الجري، طريقة، من حيث الضغط، فانت الطريقه ما هو طريقتك عم. يا كابتن دي الصوره اللي احنا ظهرنا بيها ماتش فيوتشر. بص بقى النقل كان سريع وتقارب الخطوط ازاي من بعض. بص سرعه الحركه ولمسه ولعبه وتحرك اللاعبين بالظبط. فانت كنت مفتقد ده، لانه معظم ده جون. بص ده الجول اللي عمله حسام لقفشه. هو بقى شاف قفشه هنا في بص 18. بقى سرعه الحركه من قدام والضغط والكميه. بص الاحمر قد ايه والنقل. بص قفشه بيستلم فين وبيودي الكره للراجل على الجون ازاي. خدوا بالكم برده يا جماعه، في حاجه ساعدتنا المنافس مش غير يا اسامه خالص. ماشي، بس الحركه كانت اكتر. أيوة من كده. انا معاك. وكميات الجري كانت اكتر من كده. جميل كل حاجه. المنافس المنافس كان غير خالص. ما ينفعش منافس لعبني ويبقى مرتب كده وانا بدأ ما برضه عملنا كابتن علاء. بص المنظر ده ادائي. انا عارف شوف الكوره دي شكلها عارف مجدي قفشه بيلعب علاء. صح كلامك مظبوط. ما بقولش لا طبعا المنافس النهارده اقوى، بس انا اقصد برضو كان كميات الجري في ماتش فيوتشر رغم انه اقل مستوى من شخصيتك يا اسامه. ايوه ما كانتش موجوده. شخصيتك مش موجوده يعني تحس ان الناس حركتهم قليله كتير. فانت فقدت اشياء كتيره خسرتك الماتش. وكره القدم كده. نتمنى ان شاء الله نتعلم من الماتش الجاي، نهائي كاس مهم، ماتش مهم جدا. يعني بص حتى الانطلاقه دي يمكن نسبيا صلاح عملها كويس، وعمر حاول يحطها له في الحته الفاضيه. تحرك كويس من صلاح طبعا عشان تتلعب له في الحته الفاضيه. بس نكملها ماشي يعني دي لحد ما كان فيها شيء من الخطوره. المهم ان انت الاخطاء اللي انت وقعت فيها النهارده تتداركها في مباراه نهائي الماتش الجاي وفي مباريات الدوري المقبله. وارجو انه يعني روحنا في الاداء تبقى اعلى من كده زي ما شفنا في ماتش فيوتشر، لان بصراحه النهارده هم تفوقوا وكانوا اقرب طوال الماتش ان يكسبوا اللقاء يعني. طيب كابتن بلال، لو اتكلمنا عن الشق الهجومي النهارده، على مدار الشوطين النادي الاهلي ما صنعش فرص كتير، يمكن هدد مرمى احمد الشناوي بكورتين بس طوال المباراة، منهم كورة صلاح محسن دي والكورة الثانية لحسام حسن الشوط الثاني. صحيح دي حقيقة. بص يا كابتن، أنت الفرقة اللي بتفتقد الهوية بتاعتها تمام، يبقى ما أعتقدش إنك أنت ممكن تنتظر حاجة كبيرة منها. أنت النهاردة إيه الفرق بينك النهاردة وبين الماتش اللي فات؟ الفرق بين النادي الأهلي فرق كتير. فرق كتير. أولاً الضغط على الخصم من المنطقة اللي قدام. انت بتضغط المباراه اللي فاتت، بتضغط ضغط عالي. كابتن اتكلموا على امكانيات، فرق الامكانيات. انا مقدر طبعا فرق الامكانيات كبير جدا ما بين فيوتشر وما بين بيراميدز. فرقه بتلعب على دوري وفرقه ثانيه بتقعد يعني بتلعب ربنا يسهل تمام، تقعد في الدوري تجيب مركز كويس، امكانيات يعني على حسب يعني. وانا حللت فرقه فيوتشر هي فرقه الوان مان شو تمام. النهارده خلينا نتكلم عن الاهلي، مش هكلمك على بيراميدز وازاي ان هو لعب ماتش كويس قدام الاهلي. بيقفل كويس، بيضغط كويس، لكن انت كمان لابد انك انت النادي الاهلي، انت كان لازم تكون انت الفعل مش رد الفعل. انت النهارده وانس ان فرقه النهارده زي بيراميدز قفلت بشكل كويس، عمل عليك ضغط من قدام، غيرت من طريقه واسلوب لعبك. هو النهارده مشكله الاهلي ايه؟ انه راح لاسلوب لعب مش بتاعه اصلا، مش بتاعه. اسلوب لعب النادي الاهلي، الاسلوب اللعب اللي لعب بيه النادي الاهلي النهارده مش بتاعه، انك بتمسك الكوره الاثنين السنتر باك بتدور على الكره الطوليه. طب هو ده، هل ده ستايل واسلوب لعب النادي الاهلي؟ ده كان المفترض يبقى فيه مدير فني قاعد بره تمام، بسرعه تتحول من اللعب الطولي للعب العرضي للاستحواذ، حتى لو استحواذ سلبي. ايوه خد بالك. انت في فتره من الفترات عشان تاخد ثقه محتاج لازم تمسك تتلع كوره. مظبوط، تتلع كوره، تستلم وتباصي وتلعب وترجع للجول وتبتدي الهجمه حتى لو انت مش هتروح بيها على الجول. لكن كون النهارده انك بتلعب ازاي يا كابتن، انت اكتر من الكوره بتشوف ايه؟ بتشوف السوليه وقفشه و صلاح محسن وعبد القادر وحسام حسن على خط واحد ومستنيين كل الكره الطوليه ومستنيين. لا شوف سيبك من يعني هو كمان مستني كره طويله، مستني كره طويله. طب هل انتوا امكانياتكم تسمح، بلاش امكانياتكم، طريقه لعبكم، طريقه لعب النادي الاهلي هي دي؟ العب كره طوليه؟ لا مش طريقه لعب. يبقى انا غيرت من طريقه اللعب بتاعتي. اذا انا
رحت في حته تانية خالص، حته مش بتاعتي يا كابتن. عشان كده انا فقدت السيطره النهارده، عشان كده كان شكلي كده النهارده، عشان كده النهارده ما وصلت الكور اللي وصلنا بقى للجول عباره عن ايه؟ باصه الثانيه الثالثه راحت لحسام حسن شوطه كانت ممكن تيجي جول. صح، هي دي طريقه لعبه او تحرك سليم. هي دي، ما هو تحرك سليم، حرك حسام حسن بشكل كويس، اتلعبته من ورا المدافع راح حطها بشكل كويس، باد لك. لكن انت طول الماتش بتعمل ايه يا كابتن ايمن؟ طول هي دي الهجمه. بص خلاص انت قطعت، ضغط قطعت، اتحرك حرك كويس، عملت له كويس، اتلعبت ورا خلاص كان ممكن تيجي جول، وكان ممكن تفرق في على فكره في سير الماتش لو جت جول. تمام، لكن انت النهارده لا، انت اللي خليت بايديك ادائك يبقى بالشكل ده، انت اللي وصلت للمرحله دي، حته ان انا ما بلعبش بالطريقه المناسبه بتاعتي انا الشخصيه. ما انا النهارده احمد بلال بلعب في ال 18، لو طلعت بره ال 18 بقيت متطرف خلاص، ما انا خلاص فقدت الميزه اللي موجوده عندي، فقدتها، فبالتالي مش هقدر اشتغل كويس النهارده. حتى كمان التغييرات بتاعت مستر سواريش. طب خليني بس، عشان انت بتتكلم يا كابتن عن فقدان ميزه عندك، لا فقدان، لا هويتك مش ميزه. ايوه عندك. صح، فرق كبير جدا بين ان انا فقدت ميزه عندي، أيوة، وان انا فقدت الهويه بتاعتي، طريقه واسلوب لعبي. انا النهارده كابتن اسامه بلعب على الخط، دخلت يلعب في قلب الملعب، انا مستني منه ايه؟ مش مستني منه حاجه، خلاص ما هو خلاص انا حطيته في قلب الملعب. هو اصلا ستايل لعبه انه يلعب طرف ملعب، لعيب سريع بيلعب، هو بيعتمد على الكرات العرضيه بشكل كويس، بيجيد الحته دي واحد ضد واحد بيروح. طب حطيته في قلب الملعب يلعب ميد فيلدر، عملت ايه؟ انت افقدت كابتن اسامه اصلا 90% من الامكانيات. ممكن يباصي كويس، يستلم ويباصي، لكن هل هو هيبقى اسامه عراب اللي بيلعب على الخط؟ لا طب هل علاء ميهوب النهارده اللعيب اللي بياخد الكره من الجول للجول وبيرقص لو لعبته يلعب براس حربه بظهره؟ تمام، هي كده كابتن شريف نفس الموضوع. هي الفكره في كده، في ان انا النهارده تحولت من انا فرقه بتستحوذ بتلعب من رجل لرجل، بتضغط بشكل كويس، الخطوط متقاربه، بتلعب باص ريباس باص دبل باص زي ما حصل الماتش اللي فات. بص الجول عامل ازاي، 1 2 3 4 5 بالعرض للجول، جول جول. صح، طريقه لعبك وده اسلوب لعبك في 90% من المباريات بتاعتك، اسلوب لعبك فاهم. فانت فقدت اسلوب اللعب بتاعك، عشان كده وصلت للحته دي. ماشي معاك، بس انت فقدت كمان النهارده الروح والاصرار والعزيمه اللي كانوا موجودين الماتش بس فات. خد بالك، ما هو ده النقطه الثانيه، احنا بنتكلم في الحته فنية. في الجزء الفني ده. ماشي، الجزء الفني ان انت تحولت من فرقه بتشتغل بالاستحواذ تمام لفرقه بتلعب كرات طوليه، خلاص مش بتاعتنا ولا امكانيات لعبتنا تسمح تلعب الكلام ده خالص. ليه؟ لان هو مش مديك فرصه تلعب على هجمه مرتده سريعه. انت بص كل الكرات عامله ازاي، 6 على 4، 7 على 3، 7 على 5، هو زياده، هو عنده زياده عاديه عنك. فانت بالتالي انت مطالب انك تعمل ايه؟ انك تطلع فوق قوي عشان تجيب الكوره، وتستنى كوره مشتركه زي اللي خدها السوليه كده وراح بيها واحده، مستني تعمل زي. هل ده اسلوب لعبك؟ لا، فانت اسلوب لعبك اختلف عن كل المباريات اللي فاتت، وخصوصا المباراه اللي فاتت اللي انت كنت بتضغط فيها. افتقدت الضغط من قدام للرباعي الامامي، صلاح محسن، احمد عبد القادر، مجدي قفشه، حسام حسن، الاربعه. هو ليه اختلف يا بلاش؟ ايه اللي اختلف؟ هو عشان انت يا كابتن ما نفذتش الحته دي. ما انا المباراه اللي فاتت انت بتضغط من قدام، انت النهارده ما عملتش الحته دي. ممكن هل قدرات لعيبه، امكانيات لعيبه تمام، اللعيبه ما نفذتش، هل الكلام ده ما اتقالش؟ الشكل التنظيمي بتاعك ما كانش موجود اصلا في الملعب. بغض النظر عن التنظيم يا كابتن، انا النهارده لعبت بستايل وباسلوب كسبني الماتش اللي فات 4، كان ممكن اكسب 6 7. صح، لا احنا النهارده ما لعبناش زي المره اللي فاتت. لا بيقول لك على الماتش، بيقول لك على الماتش اللي فات. ايوه تمام، كسبت ب 4 كان ممكن تكسب 6 7. طب انت غيرت ليه من طريقه واسلوب؟ هل النهارده هل انت مجهد مثلا مش قادر تكمل؟ هل النهارده لعيبه النادي الاهلي الماتش اللي فات وقت الراحه، الوقت اللي ما بين الماتش ده والماتش اللي فات قليل، فما لحقتش تعمل الريكفري؟ وارد في كره القدم، خد بالك وارد. طالما انا مش قادر يا كابتن وعندي يعني بدنيا مش هقدر اشتغل، وده وضع طبيعي، خد بالك انك بدنيا مش هتقدر تلعب ماتشين بنفس الطريقه وبنفس الضغط وبنفس الاسلوب وبنفس المجهود، وده اللي قلناه قبل المباراه. خد بالك، وده اللي قلناه قبل الماتش، انك مش هتقدر تشتغل في 3 ايام. فانت كان الطبيعي تشتغل ايه؟ بالطريقه المناسبه بتاعتك. ايوه، استلم، استحوذ، العب، ينزل مجدي في نص الملعب، خلاص انا مش لازم الاثنين اللي قدامي يبقوا طايرين. على فكره كان ممكن ينزلوا تحت شويه ونلعب ونطلع واحده واحده، تمام، وده اسلوب لعبي على فكره مناسب بالنسبه لك جدا، لان المفترض ان اللعيبه اللي عندك لعيبه كوره، يعني انت اللعيبه اللي عندك مش لعيبه يعني مش امكانياتها محدوده، يعني صلاح ده لعيبه، صلاح محسن المفترض انه لعيب عنده كوره وعنده سرعه، مجدي قفشه لعيب عنده كوره وعنده حلول كتيره جدا، الناحيه الثانيه انت يعني اللعيبه اللي موجوده عند النادي الاهلي، احمد عبد القادر لعيب عنده مهاره وعنده كوره. لا يا كابتن بلال،
انا الفراوده بتاعتي مش اجريسيف. انا انت بتتكلم تقول ده عنده كوره، انا فراودتي مش اجريسيف حتى للناس اللي جايه من ورا. كابتن انت الناس وهي جايه عليها انت النهارده لما بتتحرك بتتحرك مرة. مشكلتك في بناء الهجمه مش في انك انت ما بتوصلش عشان ما بتبنيش. ما انا النهارده ما كنتش ببني، فبالتالي انت مش هتوصل. يعني هتوصل ازاي؟ ما خلقناش فرص كابتن عشان انت ما بتبنيش يا كابتن ايمن. انت بتشتغل ايه؟ انت الكوره بتعمل ايه؟ انت بيضغط عليك بترجعها للشناوي، بيضغط عليك ما بترجعها للشناوي. ليه؟ الاثنين اللي موجودين في قلب الملعب كمان ودول ليهم عامل مهم جدا جدا، السولية وحمدي فتحي، ده المفترض ده حل من الحلول المهمه جدا في بناء الهجمه. حل من الحلول المهمه جدا اللي ما شفناهوش النهارده في النادي الاهلي. لا ما ينفعش يا جماعه لما فرقه تضغط علينا يبقى احنا نفتقد اهم الحلول لاثنين الميدفيلدرز بتوعنا. دايما احنا كانوا موجودين على خط واحد على طول يا كابتن اسامه. احنا ما اتعلمناش كده، احنا اتعلمنا واحد يبقى تحت الكوره واحد قدام شويه، بحيث انك يعني بلال انت قلت حاجه حلوه قوي. انت احمد بلال في المنطقه بتاعه الفيرود دي شغلتك، بتتحرك هنا يمين بتتحرك شمال، تطلع منها فقدت ميزتك، او ما بتطلع براها فقدت الميزه بتاعتك. خلاص فين اللي هيجيب لي جوان؟ فين الراجل اللي انا معاك 100%. انت فهمت هذا ليه؟ حتى الحاله التعويضيه بتاعه صلاح محسن مثلا اللي هو بيخش جوه مكانك مثلا، لو انت رحت في السويتشات بتاعته مفيش. انا بقى الراجل انا الراجل اللي جاي، بص الماتش اللي فات يا كابتن بعد اذنك يا بلال، الراجل اللي جاي على اليمين او الراجل اللي جاي من نص الملعب او الراجل اللي جاي من على الشمال، مش لاقيه. انا مش لاقيه كميه الجري والحركه اقل بكتير جدا من الماتش اللي فات. كابتن اسامه انت شفت الماتش؟ مشاكل كتيره جدا الماتش اللي فات. حسام حسن كان بيروح على طرف الملعب ويدخل جوه مجدي ويدخل جوه. صحيح انت اخدت بالك المباراه اللي فاتت؟ النهارده لا، النهارده كله بيلعب من مكانه. مظبوط كله بيشتغل من الحته بتاعته. انزراعي ايه؟ مظبوط انزراعي، يعني كل واحد في مكانه. انزراعي من الثبات يعني. ايوه من الثبات. كل ما حسام ما بيتحرك حسام بيلعب في الحته دي. انا ما هقدرش اسيب كابتن نجيب مستكاوي. انزراعي دي من الفلاحين زي انزراعي. انزراعي كابتن نجيب مستكاوي الله يرحمه كانت كرة انزراعي. يقول لك كلمته الشهيره لما فرقه تلعب كده من يقول لك انزراعي. بالظبط يعني انزراعي صناعي الفيلم الاسلوب الطريقه. مفيش تحرر النهارده تمام. ايوه على كل حاله كابتن وارد جدا يبقى بتلعب ماتش وحش، وارد انك تخسر في كره القدم، بس مش وارد انك تكمل في الخصام طبعا تمام. والنادي الاهلي مش متعود انه يخسر ماتشين ورا بعض. مش احنا ما شفناش في حاجه القصه دي احنا ما شفناش. يعني الطبيعي النهارده يعني انت خسرت النهارده ماتش انت عندك تعوض ماتش الكاس، عندك مهم ماتش مهم جدا. انت خد بالك انت مباراه الكاس دي مباراه دوري وكاس في نفس الوقت. طيب. ورب بالنسبه لك هتبقى دوري وكاس. انت لو كسبت الزمالك الماتش الجاي تمام رجعت لروحك طبعا. انت عندك 5 ايام يعني الفتره الزمنيه اعتقد جيده من وجهه نظري تسمح لك انك تعمل ريكفري كويس تمام وتخرج نفسك من الخساره دي على طول. ودي اللعيبه اللي كسبت الزمالك 5. ايوه مش لعيبه ثانيه، مش هتجيب لعيبه ثانيه. مظبوط. وعندك المفترض ان اللعيبه يبقى عندها وحشيه الماتش اللي جاي. عارف يعني عارف اللقب لا سيبك من البطوله واللي حصل وحشيه النهاردة. بعد اللي حصل النهارده أي. انت لازم تبعت مسج في الماتش اللي جاي لكل فرق الدوري. لا الاهلي الدوري ما ضاعش والحقيقه الدوري لسه ما ضاعش من النادي الاهلي. خسرت ماتش لكن ما خسرتش السباق. بالزبط. المنافس بتاعك يعني عارف انت زمان كنا بنقول ايه؟ ده ماتش ب6 نقط مش ماتش ب3 نقط. مباراه كاس بطوله وفي نفس الوقت لو كسبت المنافس بتاعك لا انت ممكن هتوقعه معنويا لان الماتشات متلاحقه يا كابتن. صحيح. داخلين على ماتش قمه وداخلين على ماتش بطوله في 4-5 ايام تطلع من الماتش النهارده ازاي؟ ما ماتش الزمالك ده ملوش حسابات. ماتش الزمالك ده زي ما قال بلال ده بطوله لوحدها غير انها بطوله كاس مصر. تحضر لها كويس. هو بلال قال كلمه احنا قاعدين محتاجينها اللي هو اللي شفناه في ماتش فيوتشر، وحشيه الاداء اجريسيف الاداء. انا بدافع عن فانيليتي وبدافع عن اسمي وبدافع عن كل حاجه. اتكلمنا عن الروح، اتكلمنا عن كل حاجه اللي هي بتعمل الحاله التعويضيه للحالات الفنيه. كل ما بتجري انت ومع بعض الكره بتوجع يروح لمسها لمسه واحده يلاقي لعيب. النهارده بياخد الكوره ويقف فيها بتاع 20 ثانيه وياخد قرار بعد كده لونج باس. ليه؟ مفيش حد بيتحرك. انزراعية انت قلت كله واقع، كل واحد راح قعد في مكان كده مستني الكوره تجيله. ها لا الكره مش هتجيلك، ده الناس ضغط عليك ها وعاملين مثلثات عليك وعاملين ديفنس وستاير لنفسهم. انت لازم انت اللي تتحرك وانت اللي تباغت وانت اللي تكون عندك الوحشيه اللي انا عجباني الكلمه دي جدا في الاداء. انا الاهلي كويس اهم حاجه في النهارده
هو عدم فقدان الثقه اللي انت اكتسبتها المباراه اللي فاتت. يعني انا عديت مشوار كبير قوي السنه اللي فاتت، الماتش اللي فات ده بعوده ثقه واربع اهداف والدنيا سكتت خالص والجماهير انبسطت، وهو ده الاهلي وده اللي بنتمناه وان شاء الله تكمل على كده. عنده ماتشات ديربي اللي هو بيراميدز وعنده الزمالك، ها النهارده حصل اللي حصل ده، انما عشان تعوض كل الكلام ده انت عندك بطوله يوم الخميس يوم 21، بطوله مش هيكسبك فيها ولا هتكسب فيها انك انت هتخرج كده سليم كده من ماتش النهارده. لا لا لا، ماتش الزمالك هبقى حاجه تانية. لا انت مفيش حاجه تانية، الماتش انت من دلوقتي ما عندكش حاجه غير كاس مصر. انت من دلوقتي بتنام بدري وبتشوف كوره، ولو تعبان تريح نفسك خالص وتعمل استشفاء كويس قوي وتفكر تنسى الماتش ده النهارده ده خالص. انما ما تنساش فيه انك لما بتضغط عليك في الماتش في الملعب كله لازم نتحرك لبعض، لازم نوفر الراحه للعيب اللي معاه الكوره اهم حاجه. مش هتكلم على محمد عبد المنعم ولا هتكلم على فلان ولا هتكلم في الثقه الزايده، هي الحكايه النهارده كلها باكج كده ما كانتش صحيح. انما تصليحها كمان بتاعت قفشه دي صعبه قوي ان احنا نشوفها تاني. انت شايف ان قفشه بيعمل زياده عدديه جوه ال 18 بس انا وهو جاي من الخلف وهو جاي بيسرق فبيستلم الكره جوه ال 18 عرضيات اي حاجه، انما عشان انا بسلمه تسليم اهالي للراجل علي جبر واقول له خليك ماسكه اهو وهو قصير لا هيلعب بدماغه ولا هيستلم وبيستلم بضهره. فيعني في حاجات كلها لازم تعمل لها كوريكشن ولازم تبقى متصححه في المباراه الجايه. المباراه الجايه تهمنا كلنا طبعا، تهمنا كلها، دي مباراه سيزون هنعيش عليها لسنين كتير قوي وذكريات كتيره جدا، بطوله كنا احنا هنعيش عليها، فهم اولى اللعيبه صحيح تضاف لرصيدهم من البطولات اللي كانت موجوده قبل كده. انسوا ماتش النهارده وارجعوا كده مع بعض وقعدوا مع بعض وقربوا لبعض في اللعب هتلاقي الحكايه سهل لانكم قادرين على كده صحيح. فجود لك باذن الله يوم الخميس. حصل النهارده كابتن علاء يحفزك الماتش الجاي لان الماتش بطوله، وزي ما قلتوا النادي الاهلي ما يخسرش ماتشين ورا بعض. لا هو انا مش محتاج اتحفز المباراه القادمه، انا مش محتاج اخسر النهارده او العب وحش النهارده. لا انا بقول لك بعد اللي حصل النهارده، انا دايما بقول كلمه انت مش محتاج حوافز، دايما بقولها كلمه مش محتاج اتحفز، انت لعيب في النادي الاهلي. يعني لو انت مش عارف قيمه التيشيرت ده يبقى راس بكو، هو ده كلامي الواضح. لعيب النادي الاهلي مش محتاج تحفيز، اكبر تحفيز ليك ان انت بتلعب في النادي الاهلي لابس الهلال الحمراء زي ما بنقول. لما بتحترم التيشيرت اللي انت لابسه وتعرف قيمته بتبقى شكلك حاجه ثانيه خالص. لما بتتخاذل او بتتعب او بتكسل او يعني الدنيا ماشيه رايحه جايه بيحصل فيك زي ما بيحصل النهارده. النهارده لا، النهارده في حاجات كتير جدا غلط، كلهم كل الكباتن اتكلموا فيها وكلها على فكره كلام صح ومش نقد ولا بننقص قدر حد، لكن ما ينفعش يبقى مباراه في السماء ومباراه تحت الارض. مش دي مش ده مش النادي الاهلي، مش كوره، مش فريق بطل بمعنى اصح. فريق بطل ده طول الموسم ممكن تقع منه مباراه زي النهارده ونقول دي كره القدم وبيحصل والكلام ده، والكلام ده يعني معروف في كره القدم في كل مكان. مسموح لك مباراه تقع منك بالشكل ده، اجهاد بقى، تعب، استريحت، عملت مباراه حلوه قوي فاللعيبه ريحت شويه، ما قدرتش المنافس بتاعك، ودي في كره القدم حاجه مش ايجابيه ممكن. لكن مباراه الزمالك والاهلي مالهاش جواب حاجه خالص، جواب كسبان خسران دي لوحدها خالص، بتبقى كسبان ماتشات وكسبان بطولات، لكن مباراه الاهلي والزمالك تفكير تاني وحاجه تانية خالص، خصوصا ان هي مباراه نهائي. يعني زي ما كان بلال بيقول وكابتن شريف، بطولتين، مباراه الزمالك والاهلي في حد ذاتها وكاس مصر، نهائي كاس مصر. وبعدين هي جايه بعد مباراه يعني وحشه. يعني جماهير الاهلي مش هتقدر تنسى النهارده، جماهير النادي الاهلي مش هتقدر تنسى اللي حصل النهارده. واتمنى ان يكون الشعور ده وصل للعيبه ان فعلا النهارده لا، يوم وحش، اداء وحش، شكل وحش، مش دي لعيبه النادي الاهلي. انا ممكن اخسر على فكره ما عنديش اي مشكله، لكن اخسر بفرقتي بشكل لعيبته. النتيجه حاجه مش بايدك مهما تعمل، دي حاجه بتاعت ربنا، لكن دايما في ايدي حاجه مملوكه، ادائي، روحي، الحوافز اللي عندي، واهم حاجه لازم تبقى سابقاك شخصيه لعيبه النادي الاهلي، شخصيتك، شخصيه البطل اللي كنا بنتكلم عليها ايمن في بدايه الاستوديو،
انت ليه مصنف وانت 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 عشان الحاجات دي. هارد لك النهارده ثلاث نقاط مش مشكله ان شاء الله تعوضه. لازم التحضير ان شاء الله بكره مباراه بهدوء من غير شد في التمرين ولا حاجه، انت محتاج كل ده. وان شاء الله نوصل لمباراه الزمالك تركيز عالي قوي، ما فكرش في نتيجه، افكر ان ادي واعمل كل حاجه توصلني المكسب. وافتكر دايما ان لابس تيشيرت غالي قوي وحاجه كل لاعيبه مصر تتمنى تلبس التيشيرت ده. صحيح. جود لك ان شاء الله ماتش الزمالك وننسى مبروك ماتش النهارده خلاص. كابتن اسامه كلمه اخيره قبل ماتش الزمالك. هارد لك واتمنى نتدارك الاخطاء اللي وقعنا فيها النهارده. ما يعني بعيده عن اي تحفيز من اي حد. هي اللعيبه لوحدها عارفه ان المباراه اللي جايه بطوله مزدوجه. بطوله كاس وبطوله مباراه خاصه بين الاهلي والزمالك وممكن تكون مؤثره في الدوري، فهي مش محتاجه تحفيز بصراحه. ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ونشوف مباراه الاداء فيها رجولي وممتع والنتيجه ان شاء الله بتاعت ربنا وربنا يوفقهم يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد انا يعني ما شفتش الاهلي قبل كده بيخسر ماتشين ورا بعض الحقيقه. وما شفتش الاهلي قبل كده يعني الامور بتتازم وما يخرجش من الازمه. يعني احنا تعودنا طول عمرنا كده في النادي الاهلي، تمام، تخسر ماتش يبقى اللي بعديه على طول بتكسب، تخسر بطوله البطوله اللي بعديها بتكسبها على طول. انا اثق في 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 النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واثق في جمهور النادي الاهلي، واثق في كمان الروح العاليه بتاعه النادي الاهلي. تمام. اللعيبه اكيد هيحسوا النهارده بزعل الناس وغضبهم في الشارع ده. اكيد مليار في المية يحسوا بزعل وغضب الناس. يمكن احنا يعني قرينا وسمعنا عن بعض التصريحات بتاعه المدير الفني كمان مش راضي عن الاداء النهارده، مش راضي عن الروح القتاليه العاليه. اعتقد كل ده لازم يترجم ويتحول لمباراه غير عاديه الحقيقه. الماتش اللي جاي مباراه الزمالك، الماتش اللي جاي مباراه يعني بالنسبه للاهلي حياه وموت، بالنسبه للاهلي حياه وموت. مباراه كاس بطوله، الحاجه الثانيه الاهم من كده زي ما قلت لك يا كابتن ان مباراه بطوله كاس وبطوله دوري في نفس الوقت، تتكلم مباراتين في مباراه واحده. تمام. الزمالك ليس بافضل حال، خد بالك، بيكسب العافيه. أيوة. نتكلم ككوره يعني. أيوة. بيعرف يكسب لكنه خسر كتير. يعني انت عشان برضو نتكلم ككوره، الزمالك خسر كتير جدا. ده المنافس، احنا بنتكلم على المنافس الحقيقي بتاعه. أيوة. خسر كتير جدا، عنده مشاكل فنيه كتير قوي في خط الدفاع، عنده مشاكل بارف. وفي خط النص عنده مشاكل كتير جدا جدا جدا. يعني النهارده كان ممكن يتغلب. أيوة. كان ممكن يتغلب. انت بسهوله تقدر تكسب؟ تقدر تكسب ان شاء الله. انت مش هتلاقي فرقه زي بيراميدز على فكره، مش هتلاقي زي بيراميدز النهارده، بس خد بالك انت لازم، انت كنادي اهلي تمام، وده اللي انا متوقعه وشايفه، لكن انت الماتش اللي جاي هتنزل بالروح بتاعه الماتش اللي فات بالظبط، وهتنزل بالقوه بتاعه الماتش اللي فات. صحيح. اعتقد ان اللعيبه ممكن يكون ليها التاثير الاكبر كمان. مزبوط. خد بالك اكتر من المدير الفني كمان. مزبوط. لان بعد اللي حصل النهارده وبعد اكيد احساسهم بالجمهور انك لا، المباراه اللي جايه مباراه قتاليه بالنسبه لك. لعيبه النادي الاهلي لعيبه جيده، امكانياتها كويسه، ينقصهم فقط او كان ناقصهم النهارده روح وشخصيه الاهلي. صح. لو موجوده الماتش اللي جاي اعتقد يا جماعه الماتش اللي جاي هيبقى لصالح النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا جدا جدا. فانا اثق في لعيبه النادي الاهلي، اثق في روح يعني في روح النادي الاهلي تمام، واثق في جمهور النادي الاهلي. طبعا نتمنى التغيير ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي، الماتش اللي جاي زي ما قالوا كابتننا الكبار، ماتشين في ماتش. انت عندك ماتش بطوله خاصه بينك وبين المنافس، وعندك مباراه واحده تبقى بطل كاس مصر 2021. اللي حصل النهارده ممكن يحصل، ربنا مش مقدر ان احنا نكسب النهارده. الصوره النهارده كانت مختلفه عن الماتش اللي فات، كان في بعض الاسباب وما كانش يومنا، في اخطاء. الماتش اللي جاي نطلع النهارده خلاص الماتش ده انتهى، بس ناخد منه الاخطاء اللي حصلت ما تتكررش الماتش اللي جاي. لازم نتعلم منه. الماتش اللي جاي ماتش يخرجنا من اللي حصل النهارده. الماتش اللي جاي انت مش عايز اقول تصالح جماهيرك، لا، زي ما قالوا الكباتن، انت النادي الاهلي، انت لاعيب النادي الاهلي، انت اللي هتفرض كلمتك وشخصيتك الماتش اللي جاي. ولو فرضت
شخصيتك وكلمتك الماتش الجاي ولعبت بالروح اللي انت لعبت بيها ماتش فيوتشر، ان شاء الله تكسب الكاس وتكسب الزمالك الماتش اللي جاي. كده وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي النهارده لمباراه بيراميدز ونادي الاهلي في الاسبوع ال 25 او في الجوله رقم 25 مباراه الدوري العام المصري ممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز بيراميدز 2-0. هارد لك للنادي الاهلي، ان شاء الله ان شاء الله تعوض المباريات اللي جايه باذن الله. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي للمباراه القادمه ان شاء الله في نهائي كاس مصر ضد الزمالك، وباذن الله اللعيبه دي قادره انها تخرج من اللي حصل النهارده وقادره انها تجيب كاس مصر ان شاء الله يوم الخميس القادم. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا كابتن شرفتك. شكرا كابتن هارد لك، وبالتوفيق باذن الله المباراه الجايه باذن الله. كابتن اسامه عرابي شكرا يا كابتن. شكرا وهارد لك لجماهيرنا بصفه خاصه، يعني اكتر ناس هيبقوا زعلانين النهارده، وربنا يوفق الماتش الجاي ان شاء الله. صالح بالبطوله ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن علاء ميمون شكرا يا كابتن. اشكرك يا ايمن، ويمكن كنت هقول نفس الكلام لاسامه، الاعتذار واجب النهارده جماهيرك. صحيح. عشان الخساره وعشان شكل الاداء، الخساره والنجاح بيلك الاداء النهارده مش هو النادي الاهلي. اللي انا متاكد منه ان شاء الله ان اللعيبه من غير ما كلام، من غير اجتماعات، من غير حتى مدير فني هيتكلم، هم عارفين هيعملوا ايه المباراه القادمه. المباراه القادمه مهمه جدا 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 ليهم ان شاء الله، يلعبوها بشخصيه النادي الاهلي بس. النتيجه دي حاجه بتاعت ربنا، وان شاء الله دايما التوفيق ليهم ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرا كابتن، وفي انتظار ان شاء الله شخصيه وروح النادي الاهلي الماتش اللي جاي باذن الله ان شاء الله. باذن الله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى ورقه حياه.